السلام عليكم والصلاة والسلام على الدرس ده. احنا هناخد موضوع صعب شوية، بس ما تقلقش خالص، احنا دايما هنشرح بأمثلة بسيطة جدا، فأكيد انت مش هتطلع من الدرس ده إلا وانت فاهم الموضوع كويس جدا. بس المطلوب منك انك انت تخلي تركيزك عالي، ده أول حاجة. الحاجة التانية انك انت لو ما كنتش شفت السبع دروس اللي فاتوا لازم ترجع تشوفهم الأول علشان تقدر تكمل الكورس معانا. عشان نخلي الموضوع أبسط، فإحنا هنبدأ نطبق كل الحاجات اللي إحنا خدناها في السبع دروس اللي فاتوا، يعني هنعمل مشروع جديد هنطبق فيه كل حاجة خدناها في الدروس اللي فاتت، وبعد كده هنزود عليه الموضوعات اللي في البداية. أنا نزلت تمبلت جديدة عايز أطبقها في الموقع بتاعي، فالتمبلت الجديدة لما أفتحها بالشكل ده فيها ملفات CSS وملفات فونتس وملفات إيمجز. المفروض إن أنا بفتح ملف الـ HTML بالشكل ده، فبيظهر لي شكل الموقع. انا عايز اطبق التمبلت دي بالظبط في الموقع اللي انا بصممه. طبعا احنا لسه ما بنعملش موقع كامل، فانا لسه مش هغير بقى حاجات كتير زي اللي هنا وكده والامور دي كلها. انا بس هاجي هنا مكان كلمه واو واحط الكونتنت اللي انا عايز احطه في الموقع بتاعي. ممكن نبدا على طول. انا هعمل كل الخطوات من اول وجديد، هعمل مشروع جديد وهجهز السيتنجز بتاعته وهجهز كل الملفات واليو ار الز والفيوز والحاجات دي كلها من اول وجديد. فطبعا الحاجه الوحيده بس اللي انا مش هعملها هي ان انا اسطب من اول وجديد. فالفيديو الاول بس هو اللي هترجع تشوفه علشان تشوف بتجهز الفيرتشوال انفيرمنت ازاي، علشان لازم تشتغل بالفيرتشوال انفيرمنت علشان ده اسهل لك بكتير جدا، لان بعد كده انت هتشتغل في خمس ست مشاريع وكل مشروع له السيتنجز بتاعته. في مشروع شغال على بايثون 2 و7، ومشروع شغال على بايثون 3، مشروع مش بيشتغل بالجانجو 1، مشروع بيشتغل بالجانجو 3. فطبعا لو انت سطبت على الجهاز على طول كل الملفات بتدخل في بعضها ويطلع لك ايرورز في كل المشاريع اللي انت شغال فيها. لكن لما تعزل كل مشروع يبقى وحده مستقله بالبرامج اللي هو محتاجها، بالتسطيبات بتاعته، بالسيتنجز بتاعته، بكل حاجه، فده اسهل لك بكتير جدا. فلازم ترجع تشوف الفيديو بتاع الفيرتشوال انفيرمنت، واحنا دلوقتي هنروح على المكان اللي احنا مسطبينه فيها على طول. هنا المسار اللي احنا عاملين فيه الفيرتشوال انفيرمنت هندخل عليه، هنكتب انا CMD. اول لما يفتح هدخل على كريم فيرتشوال، وبعد كده سكريبتس، بعد كده هنعمل اكتيفيت، بعد كده هطلع مسارين علشان ارجع تاني للفولدر اللي هو بتاع بروجكت زي ما انا، وبعد كده اكتب له جانجو داش ادمن ستارت بروجكت، وبعد كده اكتب له اي اسم للمشروع. فهفترض مثلا ان انا هكتب اميزنج كالك علشان انا هعمل شويه حسابات في المشروع بتاعي، ده اسم المشروع فقط. زي ما انت شايف ظهر هنا فولدر باسم المشروع، لما تفتحه هتلاقي الملف اللي هو مانج قدامنا، ده اللي بيشغل السيرفر، واميزنج كالك هنا فيه الملفات الاساسيه اللي انا هحتاجها في المشروع بتاعي. اول حاجه هعملها ان انا اشغل السيرفر واشوفه شغال في البراوزر بتاعي مظبوط ولا لا، وبعد كده ابدا اكمل المشروع. فهنيجي هنا هنقوم داخلين جوه المسار بتاع المشروع اللي هو اميزنج كالك، وبعد كده هنكتب له بايثون او بي واي فقط كده، ونقوم قايلين له مانج وبعدين ران سيرفر. طبعا لما تشتغل في اكتر من مشروع فانت يفضل تستخدم بورت مستقل لكل مشروع لو انت بتعمل التيست مره واحده. يعني انا هنا مثلا شغال على بورت 8000، قبل كده كنا شغالين على بورت 8000 برضه. ممكن تدوس كنترول وسي كده تخرج وتقول له نفس الامر تاني، بايثون مانج ران سيرفر، وتدي له بورت تاني يشتغل عليه، يعني مثلا اربع ستات مثلا، بس اتاكد ان البورت ده ما فيش حد شغال عليه، وتقول له انتر، فهتلاقي ان المشروع بتاعك اشتغل وبيعمل ليسننج على البورت اللي هو اربع ستات. علشان لو انت حبيت انك انت تشغل اكتر من مشروع في نفس الوقت، فكل مشروع يكون شغال على البورت بتاعه كده. السيرفر ما اشتغلش، واضح ان البورت فيه مشكلة، فهنجرب بورت تاني، خليه مثلا 7000. نجرب بقى هنا 7000، كده البايثون اشتغل، واضح ان البورت اللي هو اربع ستات كان فيه برنامج بيشتغل بيه.
كده البرنامج بتاعنا شغال عادي مفيش اي مشكلة، تقدر انك انت تبدأ الشغل بتاعك. هروح على التمبلت بتاعتي اللي كانت هنا، واخد الملف ال HTML ده كنترول و سي، واقوم رايح على المسار بتاع المشروع بتاعي اللي هو ده، هقوم عامل فولدر هنا اسمه تمبلتس، واقوم حاطط الملف جواه ونسميه مثلا بيز دوت اتش تي ام ال، هنبقى نعدله كمان شويه. بعد كده اروح على التمبلت بتاعتي واخد الملفات الاستاتيك دي كلها، كل الملفات السي اس اس والفونتس والايمجز ديت كلها ملفات استاتيك، فتاخدها كده كنترول وسي، واروح هنا اعمل فولدر تاني جنب التمبلتس ده اسميه ستاتيك، وطبعا ممكن تسميهم بالاسم اللي يعجبك، بس الاسم اللي انت هتحطه ترجع تستخدمه وتعرفه في ملف السيتنجز بتاعك. هنفتح الفولدر ونحط الملفات اللي هي اللي احنا خدناها هنا. بعد ما حطينا الملف ال HTML جوه التمبلتس والستاتيك فايلز جوه ستاتيك، هنبدا ان احنا نغير في السيتنجز بتاعه المشروع علشان نعرفه ان التمبلتس بتاعته هيلاقيها في الفولدر ده والستاتيك فايلز هيلاقيها في الفولدر ده. فهنروح دلوقتي نفتح الفيجوال ستوديو كود، هنحمل الفولدر بتاعنا هنا، فنقول له فايل ونقول له اوبن فولدر، ونشاور له على الفولدر اللي على السي بتاعنا في بروجيكتس، ونقول له اميزنج كالك سيلكت فولدر. دلوقتي هنروح على الملف بتاع السيتنجز، اول لما نفتحه هنلاقي في هنا البيز دايركتوري ده، فانا لما اخد البيز دايركتوري ده كده كنترول وسي، واقوم رايح عند الجزء بتاع التمبلتس هنا، قبل ما يبدا اقول له هحط نفسي ده بس اسميها تمب دايركتوري علشان يبقى المسار بتاع التمبلت يعني، والمفروض ان هي بيرنت واحده فقط، لان بيرنت هيوديني هنا، هيوديني بره خالص، يعني هيوديني في المسار ده. انا مش عايز المسار ده، انا عايز بيرنت واحده وبعدين ادخل جوه التمبلتس، يعني هو المسار بتاعه هنا، بيرنت هيطلعك انه هنا، بيرنت ثانيه هيوديك هنا، فاحنا هنا وبعد كده ندخل على التمبلتس. فاحنا هندخل هنا على الكود، هنشيل بيرنت منهم ونحول كل ده لسترنج، وبعد كده نزود عليهم سلاش تمبلتس. بعد كده اخد المتغير ده كله كنترول سي واحطه هنا في الدايركتوريز ديت، وكده انا حددت له المسار بتاع التمبلت بنجاح. بعد كده هاخد نفس المسار ده وانزل تحت خالص عند الجزء بتاع الستاتيك فايلز هنا، واقوم حاطه بس اغير بدل اسم المتغير اخليه ستاتيك دايركتوري، واغير كلمه تمبلتس ديت بدل ما هي تمبلتس اخليها ستاتيك فقط. بعد كده اجي هنا واكتب له ستاتيك فايلز دايركتوري كلها كابيتال، ستاتيك فايلز اندرسكور دايركتوريز بتساوي قوسين، واحط جواهم المتغير ده. لما نحفظ على كده كنترول واس، فانت كده حددت له المسار بتاع التمبلت بتاعتك بالظبط، وحددت له المسار بتاع الاستاتيك فايلز بالظبط، وكده ما عادش عندك اي مشكله. لو عايز تتاكد ان الاستاتيك فايلز بقت شغاله مظبوط، لازم يعني تحاول انك انت تعمل محاوله زي دي، انك انت تجيب اي ملف سي اس اس مثلا، وليكن ده مثلا w3.css، وهتروح هنا عند المسار بتاعك تكتب بعد ال 7000 سلاش ستاتيك سلاش، انت شايف بقى الفولدر بتاع الاستاتيك هنا جواه فولدر اسمه سي اس اس، فانت هتدخل على سي اس اس سلاش وتقوم كاتب اسم الملف. لو حمل معاك يبقى انت حملت الملفات بتاعتك مظبوط، فعلا الملف حمل مفيش اي مشكله، يبقى احنا كده كل شغلنا مظبوط. دلوقتي هبدا اجهز الملف بتاع التمبلت بتاعي، فاروح عند الملف اللي هو اللي في التمبلتس اللي اسمه بيز دوت اتش تي ام ال، واول حاجه هعملها ان انا اعمل لود ستاتيك فوق هنا، فاعمل العلامه دي وبعدين بيرسنت وبعدين في الاخر خالص بيرسنت قص، يعني قص مجموعه بيرسنت بيرسنت قص مجموعه، واكتب في اولهم خالص لود ستاتيك،
علشان يلود الملفات اللي هي اللي موجوده اللي هي الاستاتيك الخاصه ب اللي انا هنده عليها في الملف ده. وبعد كده هروح بقى استبدل اي فولدر بالشكل ده او مستبدله بالعلامه اللي انا قايل لك عليها دي، وبعدين بيرسنت، وبعدين ستاتيك، وبعدين ابوستروف كده وابوستروف في الاخر، وبعدين بيرسنت، وبعدين قوس مجموع. يعني كل اسماء الملفات اللي انت بتروح لها في الفولدرات ديت مش هينفع تروح لها مخصوص كده، لا انت هتروح لها بكود معين عشان تعرف توصل لها. الكود ده انك انت تفتح قوس مجموعه علامه في المية، وبعدين ستاتيك، وبعدين تحط العلامه وتقفل علامه في المية بقوس المجموعه في الاخر. نعمل بقى كل ده على كل الملفات، فنكتب هنا برضو ستاتيك، وهنحط هنا ابوستروف، وهنحط ابوستروف في الاخر ونفس العلامه، وهنا نفس الكلام. هنا برضو وهنا بيعرض صورة، فنعملها برضو بنفس الكود. وممكن نرجع ننزل ندور على اي برضو اي ملفات بيستخدمها. هنا خلي بالك من الاخطاء الشائعه، لما بتفتح قوس بتقوم حاطط مسافه بينه وبين البيرسنت، كده الكود بتاعك مش هيشتغل. لازم العلامتين دولت يكونوا لازقين في بعض على طول، قوس مجموع علامه بيرسنت في الاخر خالص، بيرسنت قوس مجموع. انزل برضو اشوف اي ملفات بيستخدمها. طبعا لازم ممكن ما تحصلش من اول مره، يعني ممكن تشغل وتلاقي حاجات ما اتعملتلهاش لود كويس، فترجع تشوف تلاقي انك ان انت نسيت انك انت تحطها الكود اللي عشان تشتغل مظبوط. كل الايمجز ديت برضو هو هنا ديت افاتار 2 افاتار 5 افاتار 6 وهكذا، فممكن ناخد دي كده ونبقى نعدل الرقم بس عشان ما نقعدش نكتب كتير. ديت هتبقى هي نفسها بس هتبقى 5. ودي هتبقى 6. هنا برضو نرجع نجيبها، ما هي اصلا كانت معايا، ده يبقى 3. وهنا 1. ومش مشكلة لو حصل عندنا خطأ أول مرة ولا حاجة، هنرجع نشوف على طول الصورة اللي ما اتحملتش اسمها إيه، وهنروح على المكان بتاعها ونظبطه إن شاء الله. بس إحنا حاولنا نجتهد دلوقتي إن إحنا نشيل كل الملفات ونحط الكود بتاع الاستاتيك فايلز عشان يشتغل مظبوط. دلوقتي بقى هنحط البلوك بتاعنا اللي إحنا هنشيله ونحطه من كل ملف هيحصل فيه إيه. فإحنا كنا قايلين إن إحنا هنشيل كلمة واو، ما مش عارف هي فين، فممكن نعمل سيرش عليها كده أهي. هنشيل كلمة واو دي بقى كده، وهنحط هنا العلامة دي، وبعدين بيرسنت، وبعدين في الآخر خالص بيرسنت العلامة دي، وهنقول له بلوك كونتنت، وهنيجي هنا انتر، هنيجي في الآخر ونعمل نفس العلامة، العلامة دي بقى تتعود عليها عشان احنا بنستخدمها كتير جدا، وهنقول له اند بلوك. فكده الملف ده يتحمل زي ما هو في كل الملفات اللي هتعمل اكستند منه، والحته دي بس هيتشال ويتحط فيها الحاجه اللي احنا هنحطها في الملفات التانية. نحفظ على كده ونقفل، واروح هنا في التمبلتس هعمل بقى ملف جديد هسميه مثلا test.html. ملف التست ده هعمل فيه اكستنس من البيز، فهعمل العلامه اللي انت عارفها دي، واقوم كاتب هنا في النص extends من اسم الملف بقى اللي انت هتعمل extend منه اللي هو اللي اسمه base.html.
فكده هو هياخد الملف البيز اتش تي ام ال ده بالظبط، هيعمل له هيحطه هنا ويستبدل الجزء اللي احنا كنا حاطينه في البيز دوت اتش تي ام ال اللي هو بتاع البلوك ده، هيستبدله باللي احنا هنحطه هنا. طيب احنا هنحط هنا دلوقتي في البدايه خالص رساله بسيطه خالص اتش 1 هنكتب فيها مثلا ويلكم، بس مش هنعمل اي حاجه خالص غير كده، هنحفظ على كده. دلوقتي هروح اعمل ملف جديد هنا اسمه فيوز دوت بي واي، والملف ده اللي انا هستخدم فيه الكود اللي هيعرض الملف اللي هو تيست دوت اتش تي ام ال ويبعت فيه الداتا اللي هو عايز يبعتها كلها. فاول حاجه هعملها ان انا هعمل فروم جانجو دوت شورت كاتس امبورت ريندر، بعد كده نعمل داله نسميها مثلا تيست فيو، الداله دي تستقبل ريكويست. الداله دي ما بتعملش اي حاجه خالص غير انها بترجع ريندر اللي احنا منادهين عليها فوق، هتعمل ريندر للملف اللي هو تيست دوت اتش تي ام ال ده. فالريندر دي بتاخد اول حاجه الريكويست، وبعد كده بتقوم واخده الملف اللي هتعمله ريندر اللي هو اسمه تيست دوت اتش تي ام ال. بس كده احنا كده جهزنا الداله اللي هتعمل ريندر للفايل، فنحفظ الداله دي كنترول واس. وناقص اخر حاجه اروح على اليو ار الز علشان اضيف عنوان، لما اروح عليه شغل الداله دي. فعشان اضيف عنوان هاخد المسار ده كده كنترول وسي واكرره هنا، هقوله لما تروح على اليو ار ال اللي هو تيست، يعني لما تكتب تيست بعد اللي هو السيرفر اي بي والبورت، هتقوم ناده على الداله هنا اللي اسمها تيست فيو، فنعمل امبورت للتيست فيو الاول، فنقول له هنا فروم دوت فيوز امبورت تيست فيو، وهناخد تيست فيو هنا نحطها كده. احنا خلصنا كنترول واس، نحفظ كل الملفات طبعا، وممكن نجرب نران دلوقتي. هنشيل هنا الجزء اللي مكتوب ده وهنكتب كلمة تيست بعد السيرفر اي بي والبورت ونشوف الموقع شغال تمام جدا جدا جدا، مفيش اي مشاكل خالص، وكتب لي هنا كلمة ويلكم اللي انا كاتبها في الملف اللي هو التيست. نشوف برضو بقية التمبلت لو كان في اي صورة ما اتحملتش او اي حاجة مش مظبوطة، كل حاجة مظبوطة عندنا مفيش اي مشكلة خالص. حاليا انا عايز اشيل كلمة ويلكم دي واحط فيها مربع يستقبل رقم، والرقم اللي انا ادخله يكتبه لي تاني بس. طبعا هنستخدم الجانجو فورمز علشان كل الفاسيلتيز اللي الجانجو بيقدمها لي، وعشان كمان اعالج كل مشاكل السكيورتي من غير ما اعمل اي حاجة. فهنروح هنا هنعمل ملف جنب الفيوز هنا اسمه فورمز دوت بي واي، وفي الملف ده هقول له فروم جانجو ايه ماله امبورت فورمز، انا بصمم فورم ما فيش فيها غير رقم صحيح واحد بس، فهعمل كلاس كده واقول له اسميها مثلا 1 انت، ودي بتستقبل فورمز دوت فورم. وخلي بالك من حروف الكابيتال والسمول عشان في ناس كتير لما بتكتب فورم التانية ديت بتكتبها اف سمول فيطلع لها خطا. ما فيش عندي غير رقم صحيح واحد بس، فاقول له اكس بتساوي واقول له فورمز دوت انشر فيلد، واقوم قايل له ليبل بيساوي واقول له انتر نمبر. طبعا اللي انت عملته ده سهل عليك حاجات كتير جدا، فهو صمم لك فورم وفيها حقل ما ينفعش يدخل فيه غير رقم بس، ولو ما دخلتش حاجه يقوم قايل لك انت نسيت الحقل ده فاضي، ولو جيت تدخل اي حاجه تانية غير الرقم مش هيقبلها منك، فهو عمل كل الفاليديشن لوحده. هنحفظ الملف ده كده كنترول واس، وهرجع بقى للملف اللي هو التيست ده علشان احط الفورم ديت فيه. انا بعد كده هعرف متغير من نوع الفورم وهبعته للتيست ده عشان يتعرض. فالاول طبعا احط فورم هنا علشان يتعرض فيها، فهاجي جوه البلوك كده واقوم قايل له هتصمم لي فورم،
طبعا اليو ار ال اللي هيروح عليه لما المستخدم يدوس سبميت هيروح على نفس اليو ار ال بتاعنا اللي هو سلاش تيست، والميثود اللي بيروح بيها الطريقه اللي بيبعت بيها الداتا بتاعته هتبقى عباره عن بوست. هنيجي بقى جوه الفورم كده، اول حاجه طبعا بتكتبها على طول اول ما تدخل، اول ما تعرف اي فورم على طول في الجانجو تقوم كاتب على طول الاكسبريشن اللي هو السي اس ار اف توكن، وده طبعا بيحميك من كل الاتاكس اللي هي السي اس ار اف، ان اي اتاكر يقوم باعت لك صفحه كده شكلها حلو ولا حاجه فيها حقول شبه الحقول اللي عندك بالظبط بنفس الاسماء ونفس كل حاجه، فلما تدوس على حاجه فيها بيبعت ريكويست على اليو ار ال بالحقول اللي موجوده، فبيعمل اي تغيير بقى من مشروع من حسابك انت، يعمل بقى تحويل فلوس، يعمل اي حاجه يعني. فلما تكتب بس الاكسبريشن ده كده انت حميت نفسك من كل السي اس ار اف اللي هو الكروس سايت ريكويست فورجري. بعد كده اعمل متغير عشان يعرض الفورم، فاقول له فورم دوت اس بي، وكده اي متغير بتكتبه بين قوسين مجموعه كده، قوسين مجموعه فتح وقوسين مجموعه قفل، فكده يبقى المتغير ده انت هتمرره له من الفيو، فانت هتروح على ملف الفيوز هتمرر للملف اللي هو التست ده الفورم ديت عباره عن ايه، فياخد الفورم اللي انت مررتها له ويقوم حاططها هنا بالظبط. وهنا هنعمل زرار سبميت طبعا ما ننساهوش، فنعمل انبوت كده. التايب طبعا بتاعه هيبقى سبميت، والفاليو اللي هي الكلمه اللي هتظهر في الزرار ده هتبقى مثلا نقول له مثلا كالك، هنحفظ على كده. وبدل كلمة ويلكم دي ما ننساش ان احنا نحط متغير بقى يظهر فيه الناتج ايا كانت بقى العملية اللي احنا هنعملها. فنيجي هنا هنكتب مثلا output مثلا برضو بين قوسين مجموعة فتح وقوسين مجموعة قفل، فهنا يتحط الناتج، ناتج العملية اللي احنا هنعملها. كده احنا خلصنا، نحفظ ده ونحفظ كل دول ونرجع للفيوز تاني علشان نعرض الفورم. فهنيجي هنا هنقول له متغير اسمه form بيساوي، طبعا هنجيب one int فهنعمل لها import من هنا، فهنقول له from.views.forms import، وده اللي كان اسمها one int. وهنيجي هنا هنقول له one int، وبعد ما ندي له الملف نمرر له بقى المعاملات بتاعتنا اللي هي forms او form، دي بفورم، وكان عندنا معامل تاني اللي هو الاوتبوت ده هنسيبه دلوقتي فاضي، فهنحطه بس مثلا فاضي كده مسافة ولا اي حاجة. ممكن نحفظ على كده دلوقتي ونشوف التنفيذ، كنترول واس، وهنروح هنا لما اعمل ريفرش ظهر لي هنا مربع ادخال على طول، وده اللي هو السي اس ار اف توكن اللي جه كده. عندك مربع ادخال بيستقبل رقم بس، لو جربت تدخل اي حروف ما بيدخلش حروف، ارقام بس. وعندك زرار كالك، لسه احنا طبعا ما حددناش هو هيعمل ايه ولا حددنا اي حاجه، بس ده مقبول شكلا ما. وده السي اس ار اف توكن انا طبعته بس عشان تشوفه، لكن طبعا احنا دايما ما بنطبعوش يعني، فاحنا ممكن نرجع للملف التست كده، وبدل العلامتين دولت يعني اطبع، لكن هتحطه بقى بين العلامة دي يعني قوس مجموعة وبعدين بيرسنت، وفي الاخر خلص بيرسنت قوس مجموعة كده، مش هيتطبع ولا حاجة، هيتاخد في الاعتبار فقط. فلما نعمل تحديث كده ما عادش هتشوف التوكن ده. فكده الفورم بتاعتك بس مربع ادخال بتدخل فيها رقم صحيح بس وتقول له كالك. طيب دلوقتي اخر حاجه هعملها اهي دلوقتي، ان انا لما ادخل رقم هنا وادوس كالك المفروض ان هو يعرض لي الرقم اللي انا دخلته، فهنروح نبرمج بقى دي. المفروض انك انت لما بتدوس كالك بتبعت بوست ريكويست للسيرفر، فالسيرفر لما يستقبل منك البوست ريكويست ده هيقوم مطلع الداتا اللي جت يقوم حاططها في متغير ويبدا يعالجها. فاحنا عشان نعمل ده هنروح هنا جوه الملف بتاع الفيوز وهنقول له هنا لو جالي بوست ريكويست، فهنقول له اف ريكويست دوت ميثود بتساوي بوست.
معنى كده ان المستخدم داس على كلك فبعت الداتا للسيرفر، فانت هتقول له الفورم هتساوي، وتقوم جايب 1 انتيتي، يعني تقول له اعمل لي فورما من نوع 1 انتيتي، هتجيب الداتا بتاعتها من الريكوست اللي جاي لك. فكده المستخدم لما داس على كلك بعت داتا، انا خدت الداتا اللي جت دي وقمت عامل منها فورما اسمها فورم. بعد كده هشوف بقى لو الفورم ديت فاليد ولا لا، فاقول له اف فورم دوت از فاليد. لو كانت الفورم فاليد مفيش فيها اي مشاكل، فاقول له السي دي بتساوي فورم دوت كلين داتا، يعني خدت الداتا اللي جت اللي هي المظبوطه حطيتها في متغير اسمه سي دي. وبعد كده هعمل متغير اسمه اكس مثلا، هقول له بيساوي هات لي الحقل اللي اسمه اكس في الداتا اللي جايه دي، لان انا اساسا معرف في الفورمز هنا معرف حقل واحد اسمه اكس، فهاجي هنا بقول له هات الحقل اللي اسمه اكس اللي دخل حطه في اكس. وهنا هبعت الاكس بقى ديت للاوتبوت، هنا الاكس اللي انا جبتها دي هبعتها للاوتبوت علشان تتطبع. لكن في الاول خالص طبعا اعمل انيشاليزيشن للاكس، فقول له الاكس مثلا في البدايه بزيرو، بعد كده الاكس اللي المستخدم يدخلها اخدها وابعتها لايه؟ الصفحه عشان تتعرض. فهدوس كده كنترول اس واروح هنا نجرب. لو انا جيت هنا قمت قايل له حدث، او زي ما انت شايف كده ظهر زيرو هنا على طول. لو كتبت هنا 9 مثلا وقلت له كالك، التسعه ظهرت هنا. للاسف انا لسه ما بداتش اي حاجه في الدرس الجديد، دي كلها مراجعه على الفيديوهات السابقه، وتعتبرها مراجعه كويسه وتبقى طبقت مره ثانيه. الفيديو القادم بقى لازم تتابعه، وعلشان تبدا في الفيديو الجديد لازم تكون مخلص لغايه المرحله دي. شكرا.